خليني بس اقول لحضراتكم ان انا عندي ضيف مهم جدا 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 النهارده. طبعا هيكون معانا واحد من نجوم منتخب البرتغال ونجم من نجوم الكره العالميه واحد اهم اكتشافات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، نجم كبير متوج ببطولات عديده سواء مع ليفربول الانجليزي وبنفيكا البرتغالي وروما الايطالي وإندهوفن الهولندي، ولعب في اربعه من الخمس دوريات الكبرى على مستوى العالم، بخلاف طبعا مشوار عظيم مع المنتخبات البرتغال متوج بكاس العالم كأس أمم أوروبا للشباب تحت قيادة كارلوس كيروش ولعب في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم. معانا طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي إبل تشايفر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال السابق والمدير الفني السابق لمنتخب موزمبيق. برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا على استضافتي كابتن إسلام، وهو من دواعي سروري أن أكون معكم على شاشة الأهلي ومع جمهور الأهلي، وأقدر تماما هذه الدعوة، وهو من دواعي سروري أن أكون معكم. شرف كبير أن حضرتك تكون معنا على الهواء مباشرة، وأبدأ معاك بأول سؤال النهاردة. خليني يعني أسألك عن رأيك في مدربك السابق كارلوس كيروش وتوليه القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني، هل يستطيع الصعود إلى كأس العالم بمنتخب مصر ولا لا؟ 100% أنا سعيد للغاية ومسرور للغاية أن أرى كارلوس كيروش في مصر، لأنه كارلوس كان مدربي لأكثر من 10 سنوات في فريق البرتغال، مع فريق البرتغال. وإذا نظرت إلى فريق البرتغال و لعبهم في البطولة الأوروبية فلديهم بناء قوي، والأهم أهم عنصر هو من بنى هذا الفريق وهذا التكوين هو كارلوس كيروش، وقد استطاع أن يخرج بفريق ويضع استراتيجية كيف يتم التعامل مع الشباب ومع الكبار. كنت مع كارلوس كيروش في البطولة الأوروبية تحت سن 16 عاما، والكثير من البطولات الأخرى وأيضا كأس العالم، ووصلت إلى مستوى متقدم مع كارلوس كيروش في الكثير من البطولات. الحقيقة كبرنا سويا واكتشفنا، وكان يقوم باستقدام الكثير من اللاعبين الصغار، واستطاع أن يضع مبدأ كيف يتم تطوير الشباب. يمكن أن يكون لديكم برنامج لتطوير الشباب في النادي في شكل مستمر، ولكن يجب أن تضع برنامج حتى يتم ضخ هذه الدماء الجديدة في المنتخب الوطني. طيب حضرتك كنت المدير الفني السابق لمنتخب موزمبيق لغاية السنة اللي فاتت يعني، وكمان انت موزمبيقي برتغالي زي كارلوس كيروش، رأيك ايه في مواجهتي منتخب مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم؟ نعم لقد تابعت المباراة لأني مهتم بالكرة الإفريقية وذهبت الكثير من البلدان الإفريقية، وكانت منافسة كبيرة. ستكون هناك مباريات كبيرة لتقود إلى المرحلة القادمة، وأعتقد أن مصر من الفرق القوية ولديهم جيل هام وكبير، وأعتقد أنكم ستستطيعون أن تزيدوا من تنافسية اللاعبين وستتبعون منهج جديد ونهج جديد في اللعب، وهو أيضا سيستطيع أن يقدم لكم هذه الطرق، ولديه احترام كبير للاعبين، لهذا أعتقد أنه الشخص المناسب لمصر في هذه المرحلة، وأنا أأمل أن يستطيع أن يحرز نجاح كما حقق نجاحات مع فرق أخرى في البرتغال. أعتقد أنه سيحرز هذا مع مصر أيضا. طيب طريقة لعب كارلوس كيروش هل تغيرت دلوقتي عن قبل كده؟ بمعنى هل كان بيلعب بطريقة
مثلا هجوميه قبل كده، دلوقتي طريقه دفاعيه او العكس، ولا حضرتك شايف ان هو شغال طول الوقت بقاله الفتره الخمس ست سنين الاخيره بيشتغل بنفس طريقه اللعب؟ لا، كارلوس كيروش شخص ذكي، مدرب ذكي للغاية، وأنا متأكد 100% أنه قبل أن يتولى هذا المنصب أو يوافق فقد درس الإمكانيات ودرس اللاعبين، لأنه هناك الكثير من اللاعبين الذين ينتمون إلى أندية هامة للغاية، فأعتقد أنه درس اللاعبين جيدا وإمكانيات حتى يستطيعوا أن يحققوا ما يريده منهم كارلوس كيروش. وأنا متأكد 100% وفقا لعمله السابق فأنه سيحاول أن يتواءم مع الظروف، فعندما يريد أن يلعب بطريقة دفاعية سيقدم هذا، وإذا كان يريد أن يلعب بطريقة هجومية وفقا للظروف سيطوع الأمور وفقا للإمكانيات. وما أراه أنه سيقوم بتطبيق نظام بخصائص وفقا للإمكانيات المتاحة للجيل، جيل اللاعبين المصريين في هذا المنتخب. وأنا متشوق لأن أتابع المباريات القادمة، وأعتقد أن طريقة المباريات وطريقة اللعب ستتطور وتتغير. طيب، كارلوس كيروش اختارك تحديدا وانت في كنت بتلعب في احد انديه الدرجه الثانيه، وكنت اللاعب الوحيد اللي انضم لمنتخب البرتغال من فريق درجه ثانيه في بدايه المشوار. اشرح لنا ازاي كارلوس كيروش بيختار اللاعبين، وانا السؤال ده بساله لانه استبعد ثلاثة أو اثنين من أهم اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، استبعدهم قبل مباراتي ليبيا. عندما تكون في مناخ المنتخب فيجب أن يكون هناك بعض المعايير التي يتم اتباعها. هو يعتمد على الأداء، و هو الأداء هام جدا بالنسبة لكارلوس كيروش. كارلوس كيروش سينظر إلى تطوير أو تطور المنتخبات الشباب. أتذكر عندما كنت في البرتغال أنا كنت اللاعب الوحيد الذي جاء به كارلوس كيروش من الدرجة الثانية، واختارني لأن أكون في المنتخب، وكان يرى في أني أستطيع أن أقدم ذلك، وأنا كنت في الدرجة الثانية، وهذا يعني أن كارلوس كيروش يحاول أن ينظر على الأداء بشكل عام حتى يستطيع أن يخرج أفضل ما في اللاعب. إن اللاعب اللاعبين لن يستمروا في نطاق الأريحية الذين يلعبون فيه، سيكون هناك دائما تحدي، هذا هام جدا. فهي ليست المرة الأولى الذي كان يفعل ذلك، فهو يختار أفضل اللاعبين في أفضل المواقع التي يستطيعون أن يحرزوا فيها. لن ينظر إلى الأسماء، الأسماء الكبيرة يجب أن يكونوا مثال يحتذى به، يجب أن يكونوا مثال للاعبين الشباب. الأسماء الكبيرة يجب أن يظهروا لماذا هم كبار. وقد تعلمت كثيرا من كارلوس كيروش حول كيف يتم تطوير وأيضا التفاعل مع المجموعة والتأقلم مع المجموعة. اللغة والتواصل شيء هام جدا وإيجابي جدا وقوي، وكل هذا يخلق التواصل بين اللاعبين، وعندما يكون هناك تواصل يمكن أن تبني شيئا قوي. وهذا هذه هي عقلية عقلية كارلوس كيروش، لأن الكرة في مصر هناك الكثير من الشخصية، هناك الكثير من يجب أيضا أن يكون هناك التزام، ليس فقط على المستوى الفردي ولكن على المستوى الجماعي. ومن هذا المنطلق يأتي اللعب الجيد، التفكير بشكل جماعي وليس بشكل فردي هو ما يحقق، وأعتقد أن كيروش سيفعل ذلك.